السلام عليكم متابعي كاميرا أشواق. نحط رحلنا اليوم بدول خنافرة جماعة ستي جي بثلاث حالات إنسانية جديدة. يلا نشوفوا أشواق. الوليدات كيفاش كتعيشوا معهم نهار بنهار؟ وعيشة تاع العذاب، عيشة معاقبة. ما نوريك بحالة سيدي، عيشة معاقبة. اش من حالة؟ لا ما لا مصروف، لا ملي تعاقب راه قاعد الأرض. وراك تشوف فين كيدير حالته، راك تشوف عال شوف تاع الدروك، راك كتشوف فين كيدير الحالة ديالها، معدمين في وجوه الدنيا وصافي، معدمين العذاب اللي نعطيك خباره. أولي هاد الشيء اللي ديت أنا راه كي قال واحد راه تا عاقبني لعاد غا في الطرقان، ما لقيتش أنا كاع عندي دارني واحد الدار، ما لقيتش كنهزو، كنطلبها من يديه ليا، لحتى يطلعوا لي تالقدام لي زون ترجع، وطلعت تاني تالعدموني البلاك وردوني تاني، قال لك ما نديرش لي بلاك، تيجي الطبيب ديالو، الطبيب ديالو ما لقيتوش، طلعت تاني الفوق عاد ما جرى ديولو سولتهم، قال لك ما غايجي تا نهار ثلاث، وما لقيتش فين نجيبو، جيتو في العشية، جيتو تاني بمركب في العشية تاني جيتو هنايا. واحد الحاله ما مشت ليك شو صاف ايوا رجب الله لا لي وبالي لا لي لا لي وبالي الحاله بحال كل كل سبب شي ما داير يريح بيه ويهني رويسو. رجب الله عندنا صحيحه، كنا صحيحه وحملنا الله وثارس من الدار ديالي، كنصرف على الوليدات من الله وشكرناه. دوكا كنت مثلي تنقد نوقف ما والو، تشللت من رجليا هاي في الخدمه، تحت فوق واحد المحل فوق من الله. كاع شي ناس خدام عدم فوق واحد المحل، تحت فوق منه تهرس من الدهر. أنا كبحكا كنروح على الوليدات وتهرس من الدهر، حمدنا الله وشكرناه. دوكا بنتي على السبيطار نتاع الحديد، نحيدو مثل ديت، ما كاينش باش نحيدو، بس على حساب داك، راني تشلت من الدهير ديالي، حمدنا الله وشكرناه، حمدنا الله، حمدنا الله. الحمد لله كنت خدام، هاي كنت كنخدم على الوليدات. مني صح درت كامل كاين اللي صرف ليا ما كاين، حمدنا الله وشكرنا. السلام عليكم، انا نعيمة ندور خنيفرات، كان نقول لهاد الوليدات اولادي عندي طريق وكوثر كيعيشوا واحد الحالة صعيبة، وما عندهمش ما ياكلوا، ما عندهم اللي يخدم عليهم، باهم اللي كان هازهم هو شاد الكرسي. وواحد الحالة كنطلب من المحسنين، من الله ومن المحسنين يشوفوا فيهم ويعاونوهم. هادشي ما عندي انا، ما هادشي اللي عندي غنقول انا. عندي هاد الوليدات هما كوثر عيانة، طارق عيان، وهادي نسرين، ووجدان، ووجد وليدات اخرين. واحد راه داير مع داك، مرة خدام مرة ما خدام، عم شاد شي سيكليس، مرة خدام معاه مرة ما خدامش، عا قاعد ما عندناش اللي يصرف علينا. وكنطلب من الله ومن المحسنين يشوفوا في هاد من حالة الوليدات. بنحيد الحديد، كنمشي بالابيلانس، كدينا الابيلانس
ملي كنقول نمشي للسبيطار كنمشي ب 100 درهم وكنجي فين كنمشي نبغي نحيي البيضان حيد هذا الحديد ديال الجامعه كنمشي بها. شنو اسمك؟ طارق الزروني، عندي 17 سنه، ما كنقرا ما والو، كنقدر نمشي للمدرسه كنقراش. لا ما كنقدرش، كنزيد شي نبقى بحال هكا ولا ما كنزيدش كاع. شنو امنيتك طارق؟ امنيتي هي نولى نقرا وتول، هاد هي الامنية. تمشي بحالك بحال الوليدات؟ اه. تخرج تشوف الزنقة؟ اه. والوني ما كنشوف الزنقة لا والو. كيفاش كتعيشوا في داركم مع ماماك وباباك وخواتاتك؟ كنعيشوش بخير. شنو النقص اللي عندكم؟ شنو ناقصكم؟ ناقصنا الاول ديال الحوايج، المدرسه، الاكل، ما كاينش فين تخرج تشوف ما والو، قاعده هنايا كتشوف. مين كيجيكم الماء؟ شكون كيجيب لكم الماء؟ اه كنجيبو من عند الجيران. ما عندكمش ماء في الدار؟ لا لا ما لا ضو لا والو. الضو عندنا او الماء ما عندناش، عندنا شغل. ما عمرش حد جا زاركم هنا شي سؤال؟ لا ما زارناش، لا زارنا حتى واحد. كنقول لهم عاونوني الله المحسن اللي عاونوني. ها هي يدها وها هي رجلها، ما كتقدرش تمشى، بعد خطرات ما كتقدرش تنوض كاع برجلها، واليد ما كتشد بيهاش، هي ضعيفه ليها، وكتجيها الدوخه بعض المرات تشوف ما بقاش كيمشي لها، تشوف ما بقاش كتشوف. وانتم الحاله كيشوفوا فيها هي مسكينه كتلاوح، راه قرانتها كيقراو وقرانتها كيمشوا عاد يمشوا للمدرسه وتحولوا قرانتها حتى من داك الكوليج دخلوا ليه، وهي مسكينه راه قاعده الحاله ضعيفه، وما كاينش ما لقيتش لهم الجهد اللي باش غنهزهم وباش غنديهم للمدرسه، ما عنديش لهم الجهد اللي غنهزهم للمدرسه ما كاينش. راه الله لي عالم، كنهضر من قلبي، كنقول الناس نوصل الناس هذه الرساله، واللي شافنا واللي شاف هاد الوليدات يحن فيهم ويعطيهم يشوف من حالهم ويرفع عليهم، لا ماكله لا لباس، لا هالحاله ضعيفه كتشوفوا فيها الوليدات حدايا بجوج، وراني مكرفسه من جيتهم بزاف، ابوهم اللي كان هازهم راه حتى هو قاعد فوق كرسي. هاد الناس باش يمشيو غير في الامبولانس الاسفي للسبيطار خاصهم 100 درهم، وباش يرجعوا 100 درهم. حشومه يعني هاد الناس، يعني في هاد الوقت دابا يعني اللي هما الناس امس الحاجه، في حين ما لاقين لا يشربوا لا ياكلوا، يعني كتشوفوا حتى في المعيشه فين كيعيشوا ما عندهمش يعني وسائل بدائيه. الناس ديال الجبل والناس ديال الجبل ما كيعيشوش حتى ولات عندهم شويه ديال الامكانيات. رسالتنا ايضا للعماله للقسم الاقتصادي والاجتماعي، كنعرفوا يعني المبادره الوطنيه كتعطي الناس عندهم اكتفاءات ذاتيه، على الاقل كما نقولوا ساكن في المدينه عندهم اكتفاءات ذاتيه. الكريمات اللي كيخرجوا المبادره ها الناس اللي هما يعني بامس الحاجه ليها، علاش هاد الناس كيتستناو؟ يعني كنتمنى من قلوب الرحمه من المحسنين، الناس اللي كيمشيو للحج دائما، الناس اللي كيمشيو للعمره بزاف، ها العمره فين خاصها تكون؟ الا وكلتي غير وليدو شبعتيهم في كريشاتهم ونعسو، يعني راه عندكم اجر كثير بزاف المحسنين. وهاد الوليدات عاوتاني ما لاقيش حتى ما يقراو، حتى شفنا جبنيات في حاله ديالتهم سليمه ما عندهمش، باقي ما قراوش، ما كيقراو لا تعليم اولي لا ابتدائي لا حتى شي حاجه، في حين انهم في سن للدراسه. كنتمنى رسالتنا تكون وصلت للمحسنين، والله يجزيكم بخير، شوفوا فيهم بعين الرحمه وحنوا فيهم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.